وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز أيضا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهلين، والجهل ليس هو جهل التعليم، ولكن الجهل هو جهل الثقافة، وجهل ان انت ازاي تتعامل مع الاخرين، وان انت تبقى في حالك، وان انت تبقى ذو خلق. ولكن احنا الترند في هذا الاسبوع خرج علينا احد الجاهلين اللي هو لا يمت المصريين بشيء، وهو هربان ومطرود من الكنيسة، وهو المدعو زكريا بطرس ليسب الرسول صلى الله عليه وسلم، اشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم ولا يرى ولا ينظر حوله كيف ان المسلمين والمسيحيين في مصر يد واحدة ولا يفرقهم أيا كان. فرسالة إلى هذا الجاهل المطرود من الكنيسة المصرية، إن مهما قلت ومهما حصل لن يحرك ساكنا لدى أمن واستقرار المسلمين والمسيحيين على هذا الأرض النسيج الواحد. ويحضرني قول الإمام الشافعي: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هو زي ملخص الكلام ان هو رجل سفيه وجاهل، ومهما قلنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش هنوفيه. وكما قال الشاعر: محمدا سيدا طابت مناكبه، محمدا رسول من عند الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج بلدنا الحلوة. ولكن قبل ما نبدأ في برنامجنا وحلقتنا النهاردة، الاستثمار في مشروعات الزراعة التعاقدية هي استثمارك الأمثل، لأنها أحد الحلول الغير تقليدية للاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية. الحمد لله زارعين بفيتين 140 فدان بطاطس شتوي. يقوم هذا الاستثمار على المشاركة بين العميل وشركة أفرولاند لإدارة المشروعات. يقوم العميل بدفع تكاليف الزراعة، وتقوم الشركة بإدارة المشروع من زراعة ورعاية وأمن وحراسة وشراء للمنتج.